أي من محطات الهضم يتم الحصول عليهما؟ أحبتي سهلة مهلة، شكون هما اللي قلنا زوج مع بعضهم؟ سكر ثنائي، عنده قده اسم، عنده اسم سكر ثنائي، عنده سكر شعير وعنده المالتوز. أحبتي إذا هذا المالتوز وين يصرى أحبتي؟ وين يصرى؟ يصرى أكيد أنه في الفم، المالتوز يصرى في الفم مع عن طريق إنزيم أميلاز اللعابي، صحيح. وهذا اللي بسيط وحده أحبتي، باين باللي هو سكر عنب ولا اسمه الغلوكوز، هذا سكر بسيط. وين نلقاه؟ أنا نلقاه على مستوى المعي الدقيق. شكون اللي يردهولي كما هكا؟ هو إنزيم اللعابي.